بمثل هذه الطريقة يغادر المتهم مقر المحكمة لآخر مرة طيلة فترة خضوعه لأحكام الرقابة القضائية. فهذا السوار الإلكتروني الذي وضعته مصالح وزارة العدل حيز الخدمة ابتداء من اليوم سيسمح للمتقاضين الموضوعين تحت الرقابة القضائية بمواصلة حياتهم بطريقة عادية بقرار من الجهات المختصة. الجهة القضائية أو القاضي المخول هو الذي له السلطة التقديرية من أجل إفادة شخص بالرقابة القضائية الكلاسيكية أو وضعه قيد الحبس الاحتياطي أو إجراء السوار الإلكتروني. والقواعد المسلم بها في القانون والمعروفة أن كل شخص ما لم يرتكب جرما خطيرا أو يخل بالنظام العام وله مكان إقامة معين وله مكان عمل وله حياة مستقرة يمكنه أن يستفيد ويبقى ذلك من صلاحيات السادة القضاة. السوار الذي استقدمت منه وزارة العدل 1000 نسخة يسمح بتحديد مكان حامله وتوقيت تواجده، كما يطلق إندارا خاصا لدى محاولة إزالته مجهز بأحدث التقنيات، كما يعمل بتطبيق تم تصميمه من قبل خبرات جزائرية 100%. هو عبارة عن علبة تحتوي على أجهزة تقنية داخلية تم تصليحها وفقا لدفتر شروط موعد من طرف التقنيين والخبراء لدى وزارة العدل، بالإضافة إلى الحزام الرابط تكون من طبقات ويتكون من ألياف داخلية، بالإضافة إلى الشرائح الميكروبروسيسور، بالإضافة إلى شاحنة السوار. هنا يمكن شحنه بالكهرباء لأنه عنده استغلالية لمدة 48 ساعة. وعبر هذه الشاشة تتم متابعة حاملي السوار الإلكتروني ضمانا لحريتهم في مواصلة حياتهم بطريقة عادية وحفاظا على مبدأ قرينة البراءة. من داخل مكتب المراقبة القضائية الإلكترونية بمحكمة بئر مراد ريس، حسن الأرقم لوكالة الأنباء الجزائرية.